تدري وش ناقص؟ وش ناقص؟ اضربه بس يطب معنا يا ويلي. يلا يلا. لك ما لها نصيب اليوم. ابو خالد تعرفون تسبحون ولا ما تعرف تسبحون؟ ليه؟ تعال تعال ولا بجيك 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 تعال تعال الحين ليش تسبح انت؟ ايش عندك مشكله؟ اكزيما اكزيما كذا اسمها صح؟ لازم تسبح بمويه بحر. الله بس غرق 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 بسرعه 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 غرق غرق طبعا يمزح يمزح الجوال الى الحين ترى ما استخدمته ولا قاعد اصور لكم فيه. السبب ان ابغى غلفه اول عشان ما يصير فيه مشاكل، خاصه الكاميرا. الكاميرا اهم من حياتي كلها، اهم من الجوال كامل. لو تصير مشكله في الكاميرا خلاص بعت الجوال على طول. فخلاص ابغى غلفه اليوم بستخدمها، بعلمكم متى بستخدمه. صح الى هنا علقتها فوق معلاق وسلم. زي سبحون وانت ما زلت تطعس خاصكنا من البر. بس يا اخي يا زين الطعوس مع البحر سبحان الله سبحان الله. جمعنا شيئين شيء رايق والله، طعس وتستمتع واخوياك قاعدين يسبحون. لا بس تبي صدق؟ والله العظيم ينربع حببك في البر بشكل ما تصور. اي والله اول ما انا ما بداري عنه اول شيء ملحوظ فيك هذا. هذا معناته تبوك تنسيك تبوك انطب عين. ابو خالد تعرفون تسبحون ولا ما تعرف تسبحون؟ ليه؟ تعال تعال ولا بجيك 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 شبشي شبشي تعال تعال